أبوي وإن مريت بسما ولا هان تعجاز حروف توصفه بالقصايد، لأنه كريم ولا يجي فيه نقصان، ولأنه فريد من الرجال الفرايد، ولأنه أبوي وتاج راسي وعنوان مجدي على مر السنين البعايد، مجدي على مر السنين البعايد. لا من طرف اسمه في كل ديوان ما قيل غير انه على الناس زايد، يا ما بنوا للطيب من طيب شان وصارت لهم اصغر فعول عوايد. الله يقدرني على راد الاحسان واعطيه من باقي سنيني مدايد، واعطيه من باقي سنيني مدايد. ابوي وان مريت بسما ولا هان تعجاز حروف توصفه بالقصايد، لانه كريم ولا يجي فيه نقصان، ولانه فريد من الرجال الفرايد، ولانه ابوي وتاج راسي وعنوان مجدي على مر السنين البعايد، مجدي على مر السنين البعايد. لا من طرف اسمه في كل ديوان ما قيل غير انه على الناس زايد، يا ما بنوا للطيب من طيب شان وصارت لهم اصغر فعول عوايد. الله يقدرني على